إلى لكن أن اليوم ثار الشعب عليها. اليوم يعني قرروا قانون الأحزاب والكتل السياسية، قانون الانتخابات، الدوائر المتعددة، هل راح نقدر بهذه الدوائر المتعددة ننتج شخصيات مستقلة بعيدا عن الأحزاب والكتل السياسية الكبيرة؟ لو هذه أيضا الشخصيات لازم تنضوي تحت حزب كبير حتى تحصل مقاعد، ليه ما عندها المال وما عندها سلاح؟ أنا ليش حكيت هذا الحكي نفسه حتى أوصل للجواب، إنه هاي المنظومة السياسية وهاي الطبقة السياسية بكل تفاصيلها ومسمياتها ستتمسك بأنه تبقى مسيطرة على المشهد السياسي. طبعا الانتخابات هي لعبتها، يعني إنه نعم. كل مرة أكو فد لعبة معينة بحيث تطلع الانتخابات بالنتائج اللي ترضيها، يعني على الأقل، نعم. وما ترضي الشعب، يعني هاي نعم. مرة بعد مرة. فبالتأكيد حتى هذا القانون، حتى يعني شوف احنا اللي شفناه بالانتخابات الماضيه كان شيء يعني فاضح للغايه، ومع نعم. هذا سكتوا ومشوها كان تزوير؟ تزوير، طبعا تزوير يعني تقريبا يعني انزه انتخابات، نعم؟ كانت 2018 انزه انتخابات. انزه انتخابات؟ شلون انزه انتخابات؟ يعني وحرق الصناديق انزه واللجنه التحقيقيه اللي هي لا انتخابات، انزه انتخابات انزه انتخابات، يعني والدليل انه حيدر العبادي حصل 40 مقعد ورجل كان مسؤول على صناديق الاختراع. بس اريد اكمل الفكره حتى اجاوبها للافق. يعني على صدق تحكي انزه والله انا دا اصور كانما بالفعل انزه انتخابات موجوده هاي من خلال مجلسات. لا يحلف الله يقول لك والله انزه انتخابات، هاي اتهامات، يعني هاي الاتهامات. اوكي هي وجهات نظر، يعني احنا يعني حتى انزه يمكن يتذكر دكتور احنا كنا يعني انزه من 2014، انتخابات 2018 كانت نزيهه جدا، حتى لم يتدخل لا سلاح بها ولا كل شيء، جت العالم انتخبت، ذبت اوراقها وطلعت. مو جديد على كل حال، يعني نسبة الانتخابات اللي كانت نسبة الانتخابات قناة الشرقية قالت 20% بس، والجماعة شلبوا. لا عزيزي لا لا هذا حتى نعرف يعني شلون، يعني لازم توضحين هذا الموضوع. عزيزتي يعني هو وجهة نظره هالشكل، احنا كانت لجنة تقصي الحقائق، رئيس الوزراء شكل لجنة وحكاها قبل يومين، يعني حتى اللجنة اللي تشكلت، حتى اللجنة اللي تشكلت ومجلس النواب شكلها ما كبست تزوير. قناة الشرقية سعد البزازة الرجل كان عنده صوت، ارتأى انه تكون الانتخابات 20%. الشعب العراقي صادق، شعب متوتر، شعب يقول لك انه انت بما انه فازت هذه الاحزاب، شعب متوتر يقول لك والله حقي بالكلام وسؤال موجه لي ممكن ثلاث مرات تقاطعني اذا ممكن. لا بس انا حبيت يعني ما يخالف، بس يعني احنا عندنا حدث كبير، حرق 800 محطه صناديق ل 800 محطه، كان التزوير اشير الى بالمجلس النواب على مدى شهرين من شهر. الخاسرين بس اسمح لي رجاء، لا رجاء لا اذا بهالحاله يعني هذا مو حيوان، يعني من الان هذا القمع، سليم الجبوري من الان بس هذا القمع. لا انا شو راح اصير بانتخابات؟ حيدر العبادي سكر لجنه سيد ادري شكل لجنه احترقت، احترقت المدينه. بس اقول لك معلومه، انا راح اسكت والله، انا راح احكي نقطه، راح اسكت. لا بس راح اسكت، شلون تريدي يعني الخاسرين؟ الخاسرين في الانتخابات يقمع حقي بالتعبير. اللي كان كنت برلماني موجود في 2014 راح تلغيني التشارك؟ لا ما راح ما راح اشارك، خليه يتحدث. لا لا واضح مو قمع، بس لا بس خليه تكمل فكرتها. يعني سليم الجبوري وحنان فتلاوي هم اللي سوال، هم اللي علينا بيهم، شعلينا بيهم. تفضل. اكو واقع العالم كله، يعني الجهات الرقابيه، الامم المتحده، الاتحاد الاوروبي، رئيس الوزراء شكلت نعم. لجان داخل البرلمان. شلون العبادي طلع 40؟ يعني ما يطلع 40 لو ما كانت نزيه. مو هاي القضيه، القضيه انه عمليه التزوير كانت يعني واضحه للعيان، يعني اذا الاخ ما مقتنع بها هذا لا ينفي الحقائق اللي كانت تثبت يوميا في نعم. الجلسات. احنا يمكن يتذكر الدكتور يتذكر احنا من 18 نعم. احنا من صارت الانتخابات الى 30/6 الى اخر جلسه كنا دائما هناك حقائق ووثائق حول تزوير الانتخابات. خلينا نشوف. ولكن بس خلي اكمل الفكره على السؤال اللي انت مرتين سالتيني نعم. انا عندي قناعه وهذا الكلام اكبر دليل. بس نعم. هذا الكلام يعني اكد لي مليون كلام استاذ عصام انه ما راح يسمحون لاحد يختار بحريه، لانه النتيجه يجب ان تكون كما يريدون هم. نعم. وهذا اللي صار بالانتخابات الماضيه، وهذا نعم. اللي خلى يعني الشعب يعزف عن يعني واضح نعم. من رايه انه ما اولا مدى يسمع، يعني مدى يخليني اكمل رايي يعني. نعم. يعني ما يخالف، انا هم مطلعه وكنت بلجنه تقصي الحقائق وتابعنا كثير من التفاصيل، والعالم تابع، يعني مو بس احنا يعني نعم. العالم والاجهزه كانت المش...
كل الجهات اللي راقبت كلها أيدت أنه الأمم المتحدة الأمم المتحدة ثبتت في مجلس الأمن أن هناك كان تزوير كبير. خلي نشوف ولهذا ما راح تترك الطبقة السياسية أساليبها في السيطرة على نتائج الانتخابات بكل الوسائل.